اوكي، هلو جريد 5، هاو ار يو توداي؟ ان شاء الله هنحل مع بعض كده في ابتدائي المدرسه، هنعمل ريفيجن على يونت 2 اللي هو الميكتشرز. هنحل كده مبدئيا كده باول سؤال، في بيقول لي اكسبلين نمبر 1 the following concepts the mixtures and solution and solvent. طيب مبدئيا كده لازم اعرف ايه هو الميكتشر، لازم اعرف ايه هو السوليوشن، ولازم اعرف ايه هو السولفنت. طيب الميكتشرز بقى، احنا اتكلمنا اولا عن الميكتشر، هو عباره عن ايه الميكتشر؟ قلنا ان الميكتشر عباره عن ميكتشر، الميكتشر عباره عن الميكتشر بيتكون من ايه؟ خليط. بيتكون من ايه؟ هو اكتر من ايه؟ يبقى هو substance consist of more than one type of particles، هي بتتكون من اكتر من particles، زي الميلك، زي التوميتو صوص، زي السلطه عموما. ده كده بالنسبه للميكتشر، يبقى هي بتتكون consist of more than one type of particles. اللي بقى السؤال اللي بعده، the solution. السوليوشن قلنا قبل كده ان هو عباره عن السوليوشن الاخر، هو عباره عن ايه؟ عباره عن ميكتشر برضه. طب هو الميكتشر ده نوعه ايه؟ هوموجينيوس ولا هيتروجينيوس؟ لا هوموجينيوس. طب هوموجينيوس ليه يا ميس؟ لان انا ما اقدرش اشوف السوليوت، لان ما اقدرش اشوف الشوجر ولا الصوت اللي قدام الحاجه اللي هو السوليوت عموما، ما اقدرش اشوفها بعينيا، فيبقى كان not just induced by our eyes. يبقى السوليوشن عباره عن ايه؟ هو عباره عن هوموجينيوس ميكتشر. طب يعمل ايه السوليوشن ده؟ homogeneous mixture بيعمل ايه؟ that breaks which a which solute او which solute بيعمل ايه؟ breaks down into basic particles and spread through the solvent، وبينتشر حوالين مين؟ حوالين السولفنت. تمام، ده بالنسبه للسوليوشن. يبقى هو السوليوشن عباره عن homogeneous mixture بيعمل ايه؟ which solute، السوليوت ده اللي هي المذاب زي الشوكر او الصوت، بيعمل ايه؟ breaks down، بيحلل الايه؟ بيحلل البارتيكلز عموما. في نفس الوقت بيعمل ايه؟ بيعمل سبريتس، سبريتس يعني بينتشر، بينتشر حوالين مين؟ سبريتس سبريتس ثرو مين؟ ثرو ذا سولفنت، بينتشر حوالين السولفنت. طب السوليبيلتي بقى، السوليبيلتي اللي هي البروسيس عموما، العمليه نفسها. ما احنا لما اتكلمنا عن السوليوشن، السوليوشن بيتكون اصلا من سوليوت وسولفنت، ولما يعملوا مع بعض الميكس مع بعض هيديني السوليوشن. تمام، العمليه اللي حصلت دي عشان يديني السوليوشن دي اسمها السوليبيلتي. طب السوليبيلتي دي عباره عن ايه؟ عباره عن بروسيس. Process by a by which solute dissolve in a solvent. السوليوت ده فين؟ ده في السولفنت، يعني الشوكر دابت في الووتر مش العكس. تمام، يبقى هو a process by which solute dissolve in a dissolve in solvent. Solute dissolves in a solvent. طب يؤدي الى مين اللي هيختفي، السوليوت ولا السولفنت؟ السوليوت اللي هو الشوكر او الصوت، يبقى lead to disappearance of solute. تمام، ده بالنسبه لمين؟ للسوليبلز. طيب نمبر 2 بيقول لي mention 3 mixtures. لازم اتكلم، عايزه امثله او عايزه امثله كتيره قوي عن الميكتشرز. هو قال لي 3. اول مثال ممكن نقوله مع بعض كده اللي هو السوليد ليكويد. ممكن اقول السوليد والليكويد، زي مين السوليد والليكويد؟ زي salt solution، sugar solution، او sugar in water. ممكن اقول اكزامبل نمبر 2 مثلا بالنسبه للميكتشر، ليكويد ليكويد زي الاويل in water. تمام، ممكن اقدر اقول جاز جاز، جاز جاز ميكتشر زي الاتموسفيريك اير اللي هو بيتكون من ايه يا سنه خمسه؟ بيتكون من الاير كونسيست اوف ايه؟ كربون دايوكسيد، اكسجين اند نيتروجين. يبقى دول ميكس من الجازز كلها. ده كده بالنسبه لمين؟ 3 ميكتشرز قلناهم. طيب السؤال اللي بعده وده مهم، بيقول لي correct the following statements by changing the underlying words if they are incorrect. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من خلال الاسئله اللي قدامي بيقول لي في بعض ان انا اصحح الكوريكت الاسئله اللي قدامي لو 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 ايه؟ if they are incorrect، لو في حاجه ايه؟ غلط. يعني ممكن في سؤال اصلا اجابته صحيح محطوط على، يعني في سؤال ممكن محطوط عليه underlined word وفي الاول بيطلع صح في الاخر؟ اه ممكن، وده هنشوفه مع بعض. طيب letter A بيقول is the components of mixtures can be separated. يعني هل الكومبونس للميكشر كان بي سيبريتد؟ اه يا ميس صح، اقدر افصلها، يبقى صح، يبقى رايت، يبقى خلاص انا هسيبها فاضيه. طيب السؤال اللي بعده، solubility decreases by shaking and rising the temperature. يعني solubility بتقل by shaking او بارتفاع او increasing the temperature. هل solubility بتقل؟ لا طبعا مش بتقل، لا بالعكس، ايه ده increases، في زياده، يبقى دي غلط بقى، يبقى شيل decreases واكتب ايه؟ increases. طيب now letter C، the solubility speed of solid increases by grinding. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو هتكلم عن الاجابه اللي هنا، قلنا ان هي ايه؟ increases. هنا بقى في الـ
سؤال letter C the solubility of solids increases by grinding. هل عملية solubility of solids هتزيد by grinding؟ يعني أكيد السؤال أصلا إيه يعني مش محتاج نفكر فيها، يبقى هو عبارة عن إيه؟ ده أكيد صح، يبقى أكيد أصلا صح، لأن هو السولوبيلتي يعني سرعة السولوبيلتي في السوليد لما بعمل باي جريندنج للإنكريز أكيد طبعا أكيد increases. طب letter D increasing the amount of solvent decreases the speed of solubility. هل لما بزود عملية السولفنت لو بزود كمية السولفنت هتقل السبيد أوف السولوبيلتي؟ يعني هتقلل عملية سرعة السولفنتي لو زود كمية السولفنت السرعة بتاعت السولفنتي هتقل؟ لا increases، لا increases. يبقى ايه؟ يبقى letter D A increases برضه. تمام؟ يبقى increases. خلينا نبص على letter E و F. E بيقول لي mixtures can be separated by the magnetic attraction and filtration and evaporation. المكشر هعمل separation، ها بيقول لي can be separated by magnetic attraction filtration and evaporation. صح يا ميس، احنا خدنا السيباريشن للميكشر، قلنا هي طرق السيباريشن للميكشر ماجنتيك اتراكشن فلتريشن اند ايفابوريشن. طيب ليتر اف، يبقى السؤال ليتر اي ده صح. طيب سيباريتنج، اخر سؤال، سيباريتنج فانل از يوزد تو سيباريت ذا انسيسبل ليكويد ميكشر. اكيد صح، احنا قلنا السيباريتنج فانل بيفصل الانسيسبل ليكويد ميكشر او الهيتروجينيوس ليكويد ميكشر زي الاويل والووتر، يبقى السؤال ده صح. طيب ده كده بالنسبه لايه؟ للكوريكت. طيب ليتر فور بقى، which of the following process take place faster and why؟ أي واحدة من العمل، أي واحد في سؤال لازم أعرف مين فيهم أسرع من التاني، مين هما faster وليه؟ فبيقول لي letter A evaporation of an amount of seawater by leaving it in a beaker for several days or heating the same amount on the burner. يعني إيه؟ مين أسرع؟ هل هو evaporation لما أنا هعمل evaporation of seawater لو سبتها في beaker لمدة several days أيام كتيرة كده لوحدها، ولا هتبقى مين اللي هيبقى اسرع؟ هل ده ولا لو عملت هيتنج لنفس الكميه دي على البرنر، البرنر اللي هو زي الكيف زي البوتاجاز كده او الفليم عموما، مين هيكون اسرع؟ مين هيكون فاستر؟ اكيد اوريدي مين؟ اكيد ده، اكيد ايه؟ اكيد الجزء ده، اكيد هيتنج ذا سيم اماونت اون ذا برنر. ليه يا ميس هو الفاستر؟ ليه ده؟ علشان البرنر اللي بيحصل، لان البرنر بيبقى هوتر ذان مين؟ اكيد زان السان لايت. ما انا سبتها هنا في السي ووتر في الاولاني، سبتها في السان لايت، فمين اللي هيبقى اسرع، البرنر ولا السان لايت؟ اكيد البرنر، يبقى البرنر because burner is hotter than sunlight. طيب letter B، ادينا ممكن نكتب الاجابه تاني، يبقى because، ممكن اقدر اقول علشان because، لو هوسعها كده burner is hotter than sunlight. كده بالسؤال ايه؟ letter 1. طيب خلينا نبص على السؤال letter اللي هو السؤال اللي بعده letter B، عايز اعرف مين الاسرع. نشوف اللي بعده، بيقول لي grinding of solids before adding them to a liquid dissolve or breaking them down into small pieces. هل مين فيهم faster؟ هل لما اعمل grinding of solid before adding them liquid، لما انا احط اجيب grinding قبل ما اضيفها للليكويد عشان يدوب، ولا لما اكسر السوليد بعمل breaking down into small pieces، مين هيبقى اسرع؟ مين هيبقى اسرع؟ اكيد الديسولفينج، اكيد اكيد هو الديسولفينج اوف جريندنج سوليدز، بتبقى هي بيفور ادينج ذيم تو ا ليكويد از فاستر ذان بريكنج داون انتو سمول بيسز. ليه؟ لان كل ما اعمل جريندنج للسوليد ماتيريالز اللي بتبقى موجوده في السوليوشن عموما بيزيد عمليه السولوبيلتي. تمام؟ يبقى الفرق لما انا في الاولاني، في الاول حاجه لما اعمل جريندنج للسوليدز قبل ما اضيفها للليكويد، يعني انا كسرت مثلا معايا شوجر كيوبس، تمام، الشوجر كيوبس دي مكعبات السكر دي انا فعملت جريندنج فتحولت لباودر. طيب هو بيقول لي ايه؟ عملتها قبل ما اضيفها، عملت جريندنج للسوليد دي قبل ما اضيفها للليكويد، يعني الباودر اللي معايا دي بعد ما عمل جريندنج حطيتها في الليكويد تاني عشان يعمل ديسولفينج. هل هيبقى ده فاستر ولا لما اكسر ولا اعمل بريكنج داون من غير ما اعمل سوليوشن اصلا، يعني عملت جريندنج من غير ما احطها في الليكويد، مين هيبقى اسرع؟ اكيد بي، يبقى هي اكيد بي ايه؟ هي اللي تبقى ايه؟
هي اللي هتبقى أسرع، هي اللي هتبقى ايه أسرع، اللي هي ليتر بي. تمام، ليه يا ميس؟ هنقولها تاني، علشان ان عملية السوربلتي هتزيد، يبقى اللي هو ايه، اللي هو السوربلتي، او لما اعمل جريندنج لما اعمل جريندنج للسوليد ماتيريال بيزيد ايه، يعني بيزيد عملية ايه، السوربلتي. يبقى تاني because قلنا ايه، يبقى because grinding، grinding عموما solid of solids عموما ايه اللي بيحصل، بتبقى ايه before adding، نفس الكلمة دي بالظبط، before adding يبقى ايه، بيعمل ايه اللي بيحصل، increases، تبقى increases مين، هيزود مين، هيزود سرعة ايه، solubility، increases solubility process. تمام، طيب خلينا نبص على السؤال اللي بعده، letter D. يقول لي letter C sorry dissolving of sugar. تمام، لو هبص على السؤال letter C كده نظبط الدنيا كده، يقول لي dissolving of sugar grains، لو انا جبت sugar grains او الباودر and cubes in water، مين اللي هيدوب اسرع؟ لما انا عندي dissolving of sugar، sugar دابت وفي sugar بس ايه cubes in water، مين اللي هيبقى faster؟ اكيد sugar grain، يبقى sugar grain هي اللي في water is faster. طب ليه مش faster؟ عشان هي باودر، عشان ايه اللي بيحصل؟ عشان هي خدت ايه؟ خدت المساحه. يعني ايه؟ يعني برضه نفس الاجابه، بسبب نفس الاجابه بتاعت letter C، because grinding of solids before او grinding of solids عموما increases the solubility process، بيزود عملية السولوبيلتي. يبقى B و C نفس الإجابة، يبقى B و C A نفس الإجابة، يبقى هي سرعة اللي هو dissolving in dissolving of sugar grains هي تبقى faster. ليه؟ علشان لما بعمل grinding للستورج بيزود عملية السولوبيلتي، يبقى increases the solubility process. طب letter D، dissolving of an amount salt in beaker containing 100 milliliter of water or the same amount of salt in 300 milliliter of water، مين اللي هيبقى faster؟ 100 مللتر ولا 300 مللتر من كمية الصوت؟ مين هيبقى هيدوب أسرع؟ مين اللي هيبقى dissolving أسرع؟ أكيد 300، أكيد dissolving the same amount of salt in نفس كمية الصوت بس دوبتها إيه؟ في 300 مللتر of water. ليه بقى يا ميس؟ ليه faster؟ لأن إحنا اتكلمنا قبل كده في الفاكتورز، قلنا في الفاكتورز السولوبيلتي إيه؟ كل ما بزود increasing the amount of solvent طول ما السولوبيلتي process إيه؟ increases. تمام كده؟ يبقى تاني، يبقى هنكتبها تاني كده مع بعض. قلنا ايه؟ قلنا ان because ان قلنا ان dissolving in 300 milliliter of water هي faster than عن ال 100 milliliter of water. ليه؟ لان انا كل ما بزود increasing solvent هي تبقى ايه؟ بتزود عملية ايه؟ بيحصل ايه؟ بيبقى السولفنت اللي بيحصل هيقلل السولوبيلتي تايم وهيزود عمليه السولوبيلتي، يبقى في الحالتين يبقى بيزود عمليه السولوبيلتي ويقلل لي ايه السولوبيلتي تايم. تمام، ممكن اقول انكريزنج باي هيزود السولوبيلتي انكريزز، انكريزز اند سولوبيلتي تايم ديكريزز، فالوقت ايه هيقل. انا بختصر في الوقت، انا بعمل كده ليه؟ عشان اختصر ايه في الوقت. ده كده بالنسبه لمين؟ لليتر دي. تمام، نبص على السؤال ستيت، السؤال نمبر 5. ده كده بالنسبه للسؤال نمبر 4 اتكلمنا عنه وقلنا مين الاسرع، مين يبقى فاستر عن الثاني. نمبر 5، ستيت ذا سولفنت اند سوليد ان ايتش اوف، عايز احدد مين السولفنت ومين السوليد من خلال الاسئله دي. بيقول لي الشوجر سوليوشن مين السولفنت؟ اكيد السولفنت مين؟ الووتر. والسوليوت مين؟ الشوجر. بس هي دي الاجابه، يبقى السولفنت هي الووتر والسوليوت مين؟ الشوجر. طب سولتي سوليوشن مين السولفنت؟ اكيد برضو الووتر. والسوليوت السولت. بس ده كده مفيش اي حاجه صعبه السؤال ده. ده كده بالنسبة ايه في page 60. طب نخش على page 61، نخش على اول سؤال، بيقول لي show how can the following mixtures be separated، انهي واحدة من الامثلة من following mixtures قدامي هفصلها بايه؟ لو انا معايا water contains mud هعمل separation by mean،
هو اولا هل الووتر والمض، هل المض اصلا سوليبل ان ووتر؟ لا يا ميس مش سوليبل، يبقى ده ان سوليبل يا ميس مش هيدوب، يبقى هفصلها بايه؟ بالفلتريشن. يبقى ده هفصلها بايه؟ بالفلتريشن. تمام، يبقى اول حاجه مين؟ فلتريشن. طيب طيب نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي water contain sand. لو انا معايا water contain sand، طيب water تتكون من الساند، هل الساند دي برضو soluble in water؟ لا مش soluble. طيب هفصلها بايه؟ نفس الكلام برضو filtration. يبقى اول سؤالين هنا عندي مين؟ هنا مين؟ filtration. ده كده بالنسبه لمين؟ لو عندي water contains mud، water contains sand، هما الاثنين بفصلهم ايه؟ بالfiltration. طيب salt solution يبقى ايه؟ هل ده salt solution؟ ما دام salt مع water يبقى salt dissolve in water ولا don't ولا doesn't dissolve؟ لا dissolve يا ميس. يبقى ايه؟ هفصلها بايه؟ ب evaporation. طيب sugar solution، هل الشوجر dissolve in water؟ هنا برضو يبقى salt solution و sugar solution افصلهم ايه؟ هما الاثنين ايه؟ evaporation. ده كده بالنسبه لمين؟ للسؤال بتاع ال separation. طيب خلينا نحل اخر سؤال هنا. بيقول لك complete the following concept map من خلال الستراكشر او الماب اللي قدامي ده. بيقول لي salt solution can be separated by mean، عايز افصلها بايه؟ نفس الكلام برضو الاسئله تتكرر يا سنه خمسه، برضو الاسئله تتكرر، يبقى ايه؟ by ايه؟ برضو evaporation. طيب علشان يديني ايه وايه؟ لما انا افصلهم من بعض هيديني ايه وهيديني مين؟ هيديني طبعا مين؟ هو اول حاجه لازم نكتب evaporation تاني عشان نعرف كده عشان ما نخبطش الدنيا عشان الكل يبقى عارف. طيب لو انا هفصل باي ايفابوريشن هيديني مين ومين؟ اكيد عشان يديني مين؟ اكيد عشان يديني سولت، برضو اكيد عشان هيديني سولت، ويديني مين؟ هيديني ووتر. ده كده بالنسبه لمين؟ للجزء ده. تمام، عشان افصل السولت سوليوشن عن ال وعلى فكره هو اصلا الووتر مش هي يعني لما افصلها هيديني سولت، هو اصلا عباره عن بريسيبتيت، بس الووتر مش هيديني ووتر، هو هيديني ووتر فيبر، لان الميه هتكون قلت، لان الاماونت بتاعت الليكويد هتكون قلت، طول ما الكميه تقل طول ما خلاص يبقى البخار او الايفابوريشن هتطلع هيتحولي من الليكويد للجاز، فالمفروض هيديني اصلا ووتر فيبر. ووتر فيبر عباره عن جاز، يبقى ووتر فيبر هيديني ووتر فيبر. ولو كتبنا ووتر صح مش غلط، لان هو الهدف ان انا عايز افصله عشان يرجع لي الووتر والسولت مع بعض، فمش فارقه، فممكن اكتب ووتر او ووتر فيبر عادي، فمش فارقه. تمام، طيب ده كده بالنسبه لمين؟ دي الجزء بتاع ايه؟ السولت سوليوشن، او الجزء بتاع اليونت 2 كلها على بعضها. اتكلمنا عن الميكتشرز وحلينا، واتكلمنا فيه على السوليوشن وحللنا في سؤال من يعني في بي 60 و 61. طيب المره الجايه ان شاء الله هيبقى في ريفيجن تاني على يونت 2، بس شيت المره الجايه هتاخدوه ان شاء الله، وبعد كده هيبقى في ريفيجن ساعتها على يونت 3، فما تلاقوش خير ان شاء الله. تمام، سي يو نيكست تايم، باي باي.